موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. قال ابن جرير رحمه الله في تأويل قوله الذين يقولون ربنا إننا آمنا، معنى ذلك: قل هل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا يقولون ربنا آمنا، ربنا آمنا فاغفر لنا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. قد يحتمل الذين المذكور في قول الذين يقولون وجهين في الإعراب، من الإعراب الخفض على الرد على الذين الأولى للذين اتقوا الذين يقولون، يعني بدل من الذين الأولى، أو الرفع على الابتداء إذ كان في مبتدأ آية أخرى غير التي فيها الذين الأولى، نظير قوله قول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ثم قال في مبتدأ الآية التي بعدها التائبون، ولو كان مخفوضا كان جائزا، اللغة العربية التائبين دب. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، الذين يقولون إننا صدقنا بك وبنبيك وما جاء به من عندك فاغفر لنا ذنوبنا، فاستر علينا بعفوك عنها وتركك، فاستر علينا بعفوك عنا وتركك عقوبتنا عليها وقنا عذاب النار، ادفع عنا عذابك إيانا بالنار أن تعذبنا بها. وإنما معنى ذلك لا تعذبنا يا ربنا بالنار، وإنما خص المسألة بأن يقيهم عذاب النار، لأن من زحزح يومئذ عن النار فقد فاز بالنجاة من عذاب النار. وحسن مآبه وأصل قوله قنا من قول القائل وقى الله فلانا كذا، يراد به دفع عنه فهو يقيه، فإذا سأل بذلك سائل قال قني كذا. وزنها إيه؟ عي قنا يبقى عنا، لغة عربية بس المعنى واحد. الصابرين الذين صبروا في البأساء والضراء وحين البأس، الصادقين الذين صدقوا الله في قولهم بتحقيقهم الإقرار به وبرسوله وما جاء به من عنده بالعمل أو بالعمل بما أمره به والانتهاء عما نهاه عنه، يعني الصادق في القول والعمل، ويعني بالقانتين المطيعين لله. وقد أتينا على الإبانة عن كل هذه الحروف ومعانيها بالشواهد على صحة ما قلنا فيها، الحروف عن الكلمات، وبالإخبار عمن قال فيها قولا فيما مضى بما أغنى عن إعادته هذا الموضع. الشواهد يقصد الأشعار
قد كان قتادة يقول في ذلك: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين. الصادقين قوم صدقت أفواههم واستقامت قلوبهم وألسنتهم وصدقوا في السر والعلانية. والصابرين قوم صبروا على طاعة الله وصبروا عن محارمه. والقانتون هم المطيعون لله، وأما المنفقون فهم المؤتون زكوات أموالهم واضعوها على ما أمرهم الله بإتيانها. والمنفقون أموالهم في الوجوه التي أذن الله لهم جل ثناؤه بإنفاقها فيها. وسائر هذه الحروف مخفوض ردا على قول الذين يقولون ربنا إننا آمنا. الذين يقولون ردا على قوله للذين اتقوا عند ربهم، ردا يعني بدل، للذين اتقوا عند ربهم، كأنه قيل من هم الذين من صفتهم الذين بدل يعني. الذين يقولون ربنا إننا آمنا الصابرين، كل ده مخفوض مجرور يعني، مجرور يعني مجرور بالياء. عن قتادة: والمستغفرين بالأسحار هم أهل الصلاة، قال يصلون بالأسحار. وقال آخرون هم المستغفرون. عن حاطب قال: سمعت رجلا في السحر في ناحية المسجد وهو يقول: ربي أمرتني فأطعتك، وهذا سحر فاغفر لي، فنظرت فإذا ابن مسعود. عن الوليد بن مسلم قال: سألت عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر عن قول الله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار، قال: حدثني سليمان بن موسى قال: حدثنا نافع عن ابن عمر كان يحيي الليل صلاة ثم يقول: يا نافع أسحرنا، فيقول: لا، فيعاود الصلاة، فإذا قلت نعم قعد يستغفر ويدعو حتى يصبح. اللهم ارحمنا يا رب. عن أنس بن مالك قال: أمرنا أن نستغفر بالأسحار 70 استغفارا. إسناد ضعيف. قول المسعود في الدعاء ضعيف. لا، انا اقول لك ضعيف برضه. ضعيف. بس ما لا مانع منه يعني، بس كلمه يسن دي معناها ايه؟ يعني حاجه سنه ثابته يعني. لا، يجوز يشرع الدعاء بها يعني. دعاء جميل يعني. السحر بتاع اللي بيسال عنه نافع ده كان امتى يعني؟ هو بيقول للكل يعني من بعد الأذان الأول لحد الأذان الثاني مثلا أو قبل كده. دعاء ابن مسعود، دعاء ابن مسعود: اللهم هذا ربي أمرتني فأطعتك، وهذا سحر فاغفر لي. عن جعفر بن محمد قال: من صلى من الليل ثم استغفر في آخر الليل 70 مرة كتب من المستغفرين بالأسحار. وقال آخرون: هم الذين يشهدون الصبح في جماعة. عن زيد عن يعقوب بن عبد الرحمن قال: قلت لزيد بن أسلم: من المستغفرين بالأسحار؟ قال: من المستغفرون، لكن هي ممكن تبقى من المستغفرين يعني عن الحكاية عن لفظ الآية، من المقصودين بهذا اللفظ. قال: هم الذين يشهدون الصبح. وأولى هذه الأقوال بتأويل قوله والمستغفرين بالأسحار قول من قال: هم السائلون ربهم أن يستر عليهم فضيحتهم بها بالذنوب يعني، أن يفضحهم بها. المغفرة أنها الستر. اللهم استرنا رب، اللهم اغفر لنا رب.
وهي جمع سحر، وأظهر معاني ذلك أن تكون مسألتهم إياه بالدعاء، وقد يحتمل أن يكون معناه تعرضهم لمغفرته بالعمل والصلاة، غير أن أظهر معانيه ما ذكرنا من الدعاء. ولو استغفر في الصلاة يبقى جمع المقصودين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، يعني بذلك جل ثناء. شهد الله أنه لا إله إلا هو، وشهدت الملائكة وأولو العلم. كان بعض البصريين يتأول قوله شهد الله قضى الله، ويرفع الملائكة بمعنى والملائكة شهود وأولو العلم. وهكذا قرأت قراء أهل الإسلام بفتح الألف من أنه، شهد الله أنه، على ما ذكرت من إعمال شهد في أنه. نقول أشهد أن لا إله إلا الله، نقول أشهد إن، أشهد أن، أنا بقول إحنا ما بنقولش أشهد إن. شهد إذا عملت يبقى إيه؟ اتفتح، وكسر الألف من إن الثانية. شهد الله أنه لا إله إلا هو، إن الثانية بتاعت إن الدين عند الله الإسلام، الجملة جديدة. ولسوى أن بعض المتأخرين من أهل العربية كان يقرأ ذلك جميعا بفتح ألفيهما، شهد الله أنه لا إله إلا هو وأن الدين عند الله الإسلام. احتج في ذلك بأن ابن عباس كان قرأ ذلك شهد الله إنه لا إله إلا هو أن الدين عند الله، يقول فزعم أنه أراد بقراءته إياهما بالفتح جمع قراءة ابن عباس وابن مسعود. يقول فخالف بقراءته ما قرأ من ذلك على ما وصفت جميع قراء أهل الإسلام المتقدمين منهم والمتأخرين، بدعوى تأويل على ابن عباس وابن مسعود، زعم أنهما قالاه وقرأ به، وغير معلوم ما ادعى عليهما برواية صحيحة ولا سقيمة، وكفى شاهدا على خطأ قراءته خروجها من قراءة أهل الإسلام. يعني كان بيرد عليه بيقوله شهد الله إنه، لا اللي بيقرأ بيقول أنه لا إله إلا هو إن، وأن الدين عند الله الإسلام، بيجمع الاثنين. فالصواب إذ كان الأمر على ما وصفنا من قراءة ذلك بفتح الألف من أنه الأولى، وكسر الألف من إن الثانية، إن الدين عند الله الإسلام. عن السدي قال فإن الله يشهد هو والملائكة والعلماء من الناس أن الدين عند الله الإسلام. هذا تأويل يدل على أن الشهادة إنما هي عاملة في إن، في أن الثانية التي في قوله إن الدين عند الله الإسلام، كلها ولوه في اللغة والقراءات المعنى واحد. والقول قراءة الجمهور أظهر على قواعد اللغة وعلى التفسير، الجمهور أو الصحيح يعني شاهد الله أنه لا إله إلا هو إلى قوله إن الدين عند الله الإسلام. أما قوله قائما بالقسط فإنه بمعنى أنه الذي يلي العدل بين خلقه، والقسط هو العدل. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إنه نفى أو إنه نفي أن يكون شيء يستحق العبادة غير الواحد الذي لا شريك له في ملكه، ويعني بالعزيز الذي لا يمتنع عليه شيء أراده ولا ينتصر منه أحد عاقبه أو انتقم منه، الحكيم في تدبيره فلا يدخله خلل. وإنما عنا جل ثناؤه بهذه الآية
نفي ما أضافت النصارى الذين حاجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيسى من البنوة، وما نسب إليه سائر أهل الشرك من أن له شريكا واتخاذهم دونه أربابا، فأخبرهم الله عن نفسه أنه الخالق كل ما سواه، وأنه رب كل ما اتخذه كل كافر وكل مشرك ربا دونه، الله رب هذه الأشياء إلهها، وأن ذلك مما يشهد به هو وملائكته وأهل العلم به من خلقه. فبدأ جل ثناؤه بنفسه تعظيما لنفسه وتنزيها لها عما نسب الذين ذكرنا أمرهم من أهل الشرك به ما نسبوا إليه، كما سن لعباده أن يبدأوا في أمورهم بذكره قبل ذكر غيره مؤدبا خلقه بذلك. والمراد من الكلام الخبر عن شهادة من ارتضاهم من خلقه فقدموه من ملائكته وعلماء عباده، فأعلمهم أن ملائكته هي مكتوب عندي قدموه، لكن قدسوه جيدة في المعنى وأقرب، يعني أنت عندك قدسوه، في نسخة قدسوه من ملائكته وعلماء عباده، فأعلمهم أن ملائكته التي يعظمها العابدون غيره من أهل الشرك ويعبدها الكثير منهم وأهل العلم منهم منكرون ما هم عليه مقيمون من كفرهم وقولهم في عيسى وقول من اتخذ ربا غيره من سائر الخلق، ينكرون هذه الأقوال. فقال شهدت الملائكة وأولو العلم أنه لا إله إلا هو، وأن كل من اتخذ ربا دون الله فهو كاذب، احتجاجا منه لنبيه عليه الصلاة والسلام على الذين حاجوه من وفد نجران في عيسى، واعترض بذكر الله وصفته على ما نبينه، فافتتح باسمه كقوله عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، افتتاحا باسمه تأديبا يعني، كذلك افتتح باسمه والثناء على نفسه الشهادة بما وصفنا من نفي الألوهة عن غيره وتكذيب أهل الشرك به. فأما ما قال الذي وصفنا قوله من أن شهد قضى فمما لا يعرف في لغة العرب ولا العجم، لأن الشهادة معنى والقضاء معنى. عن محمد بن جعفر بن الزبير شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم بخلاف ما قالوا، يعني بخلاف ما قال وفد نجران من النصارى قائما بالقسط أي بالعدل، وكذا عن مجاهد بالقسط بالعدل. قل هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.